بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد كلنا صايد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صباح الخير أعزائي المشاهدين المشاهدات عبر الشاشة واليوتيوب والقنوات. صباح جميل ويوم جميل وهواء عليل وجه جميل. اليوم معنا يعني ناس، اليوم معنا ما شاء الله أحد المشايخ، ومعنا ما شاء الله ناس يعني ما شاء الله عليهم أهل علم وأهل، فلعلنا نحن وإياكم نستفيد من هالجسدية، ونقول لكم ولهم ولأعضائنا كذلك نقول صباح جميل ويوم جميل وهواء عليل وجه جميلة. صباح النور والسرور والدلة اللي تفور والقرص المخمور على ما قالوا، والعود والعطور والرضا من رب الغفور. فنصبح عليهم، نبدأ بداية مع الشيخ فلاح مطيري. صباح يا مرحبا أبو نايف، الله يحفظك ويصبح على الأحبة جميعا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والحمد لله ثم الحمد لله على هذه النعمة الطيبة المباركة، يوم أننا نعتاد على أحبتنا ونأتي مرة بعد مرة، وهذا اليوم يوم الاثنين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، ويوفقنا جميعا لكل خير، ويجعلنا وإياكم مهتدين مخلصين له بالأعمال، ويرزقنا وإياكم القول النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونصبح بالشيخ عيد الميموني. يا مرحبا، حياك الله شيخ. وبجميع الحضور والمشاهدين، وهذه ساعة فيها إن شاء الله بركة أن أكون بين هذه الكوكبة النيرة، ونسأل الله أن نكون خفيفين على المشاهدين، وأن ننتفع بما نقول وينتفع السامع بذلك إن شاء الله. آمين. ونصب على الشيخ والشاعر أبو إبراهيم محمد المقبل. صبح الله الخير أبو نايف، صبح الله جميع الحاضرين معنا بالاستوديو، وجميع إخواننا وأخواتنا والمشاهدين والمشاهدات من الأباء والأمهات والأبناء والبنات، ونقول لهم صبحكم الله بالخير، صباحكم سعيد، وإن شاء الله نقدم ما يرضيكم ووسع صدوركم بحول الله. كذلك نصبح على الشيخ أبو محمد الشيخ سعيد الحارثي. يا مرحبا، حياك الله شيخ سعيد. حياك الله أبو نايف، حيا الله الأخوة الحضور والمستمعون، شكر الله لك، وفقك الله، يا مرحبا ومسهلا. ونصبح كذلك على الشيخ والشاعر